مرحبا شباب، بتمنى لكم نهار سعيد. ان شاء الله اليوم حيكون الفيديو من شاطئ بحر غزة. اجيت هنا اصور شباب للستريت ورك اوت. هذه الرياضة بتعتمد على الاعصاب وعلى الحديد زي ما انتم شايفين. رياضة كتير رائعة، في لها ابطال كتير في قطاع غزة، رياضيين كفؤ هاويين حابين اللعبة لكن مش مدعومين. طبعا هذه من حاجة انهم مش مدعومين، وزارة الشباب والبطاطا مش موفرة لهم طبعا الامكانيات البسيطة اللي هم يعني تمكنهم يمارسوا بهذه اللعبة واي رياضة. ما بنحكي عن ستريت ورك، ما بنحكي عن جمباز، بنحكي عن كرة قدم، اي رياضة بغزة رياضة مش مدعومة، لكن الشباب شباب هاوية وحابة الاشي اللي بتعمله. فهذا الاشي مهما يعني تصعب ومهما واجههم صعوبات اكيد طبعا بيصلوا بالاشي اللي هم بيعملوه طالما حب الشغلة موجودة في القلب وموجودة في العقول. شكرا شباب، وخلينا نشوف الفيديو والحركات تاعت ابطال الستريت ورك اوت هنا بقطاع غزة، ومنها برضو بتعرفوا ايش في غزة، ايش فيها امكانيات. تمام، يعطيكم العافية، وخلينا نشاهد الفيديو. Give me Adam, give me.